فالنهارده يمكن الاهلي بيتفوق يا جمهور النادي الاهلي العظيم، النهارده ناديكم بيتفوق على كل انديه العالم في العشرين سنه اللي عدوا، بما فيهم البايرن ميونخ بطل دوري بطل اوروبا. ده الخبر اللي هنبدا بيه النهارده. النهارده بنؤكد على عظمه النادي الاهلي، مش كلامنا ولا حاجه، مش بنؤكد، مش محتاجين ان احنا نؤكد حتى على مكانتنا الكبيره جدا في عالم كره القدم. النهارده ده بيتاكد يا جماعه من خلال المواقع الرياضيه المهمه جدا في العالم، وبيأكد كمان انه الاهلي رقم واحد دايما، وده بشهاده العالم مش كلامنا احنا. النهارده الاهلي بشهاده اكبر المواقع المتخصصه في احصائيات كره القدم في العالم، وهو ترانسفير ماركت، بيتصدر انديه العالم الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن ال21. الموقع ده قال ايه؟ قال نصا انه الاهلي خد في القرن الجديد 41 بطوله، وتفوق على كل انديه العالم وعلى بطل اوروبا بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 40 بطوله، وتساوى فريق لينكلين ريد امز من جبل طارق مع البايرن في عدد من البطولات ايضا. جه في المركز الثالث برشلونه، في برشلونه في المركز الرابع برصيد 34 بطوله، الخامس بورتو البرتغالي ب 33 بطوله، والسادس شختار الاوكراني 33 بطوله، والسابع سلتك الاسكتلندي برضه 33 بطوله، اما في المركز الثامن دينامو زغرب الكرواتي ايضا 33 بطوله، والتاسع شريف تراسبول ب 33 بطوله ايضا، في المركز العاشر اوكلاند سيتي نيوزيلندي ب 33 بطوله. اما ريال مدريد بطل اوروبا التاريخي فجه في المركز ال 11 وليه 30 بطوله فقط من بدايه القرن الجاري، القرن 21. يعني خبر يسعدنا مهم. طبعا خبر يسعدنا كلنا، وكمان خلينا نقول بقى النادي الاهلي مش بطل، يعني نادي القرن او الافريقي، لا صح؟ ده نادي القرن العالمي، يعني على مستوى العالم النادي الاهلي هو اكثر حصدا للبطولات خلال القرن اللي فات، ده شيء يسعدنا جدا. والنادي طبعا يعني ده كمان سمعه للكره المصريه يا جماعه، يعني خلينا نتكلم بكل امانه، بنتكلم في قناه النادي الاهلي، كلنا انتمائنا للنادي الاهلي، لكن نبص من منظور مختلف شويه، ان كمان كل من ينتمي الى كره القدم المصريه ده خبر يسعد الناس كلها، ان فريق مصري، ودايما بحط ما بين قوسين كده لان ده بيتكتب بره في الصحف العالميه، ما بيقولوش النادي الاهلي بس، ده بيقولوا النادي الاهلي ما بين قوسين المصري، فده مهم كمان ان احنا نعرف، دي سمعه طيبه جدا جدا لبلدنا، اكيد كلنا فخورين بيها، وبالاخص طبعا جماهير النادي الاهلي بكل تاريخه وعراقته، اسم كبير جدا وبطولات ما بتتنسيش. وبيأكد كمان الرقم ده بيأكد ان الاهلي رقم واحد ودايما هو البطل، ودايما بيجري ورا البطولات، ودايما هو عاشق البطولات رغم الانتقادات الكتيره ورغم الهجوم اللي ممكن البعض بيحاول يعطل المسيره ديت بشكل او باخر، لكن تاني بأكد ان النادي الاهلي مش هيتعطل باذن الله. النادي الاهلي باصص قدامه، ما بيبصش وراه ولا بيبص جنبه، كل يعني كل الحاجات الصغيره اللي بتحصل، لا النادي الاهلي اكبر من كده بكتير، وده عادتنا، وده ان شاء الله اللي النادي الاهلي من مباراه امبارح اكد عليه، بنقفل على بعض، ويمكن انا قلت الكلام ده يمكن اول امبارح حسام، ان دايما بيكون الرد في الملعب، دايما الرد في الملعب، ربنا كرمنا امبارح وكان الرد رد كبير جدا على المستوى المعنوي زي ما اتكلمتي، وكمان على المستوى ان احنا بنقرب كتير جدا جدا من حسم بطوله الدوري. وعلى فكره الموسم خلص في اوروبا، يعني كلنا عارفين ان الموسم خلص في اوروبا، وكمان البايرن فاز السنه دي بثلاث بطولات، الدوري والكاس ودوري الابطال، في مصر لسه الموسم شغال، معنى كده ان كمان النادي الاهلي ان شاء الله لو حصل على بطوله الدوري، وكمان لو حصل على البطوله الافريقيه، يعني بتزيد الرقم وبيبعد عن اقرب منافسيه، زي ما الاهلي معودنا في الدوري كده، ان شاء الله نشوف كمان الاهلي بيبعد بخطوات كتيره جدا على المستوى العالمي من اقرب منافسيه. ونتمنى طبعا ان شاء الله زي ما قلت لكم، مش ده مش سمعه او خبر حلو لجماهير النادي الاهلي بس، لكن على مستوى مصر اعتقد ده خبر يسعد كل المصريين.